ففي الزاير مثلا انحزنا لصديقة الزاير لأسباب متعددة. أولا لأنها دولة معترف بها، ثانيا لأنها طلبت منا المعونة، ثالثا لأنها لو كانت في خلاف مع دولة صديقة لحاول التدخل سلمي بين دولتين صديقتين. بمناسبة شعب العزيز، أريد أن أقول لك أن تفتخر وأنا أفتخر شخصيا بما قدمته قواتنا المسلحة الملكية في ذلك البلد الشقيق. فالحرب ولله الحمد انتهت أو أصبحت على وشك انتهاء، والتراب الزائري قد حرر ولله الحمد من الدخلاء، والجندي المغربي ظهر مرة أخرى بما يظهر به دائما من انضباط وشجاعة واستماتة. سأنتصر ثم أنتصر ولن يوقفني أحد، هكذا كان يردد دائما الزعيم الزائري موبوتو هذه الجملة في كل خطاباته الثورية. موبوتو والذي كان يلقب بالزعيم المجاهد وفهد كينشاسا، والذي صعد إلى الحكم عن طريق انقلاب عسكري على الرئيس الأسبق باتريس لومومبا سنة 1965، وغير اسم الدولة إلى زائير سنة 1971. سنة 1977 الجزائر وليبيا والبوليزاريو كانوا متعطشين لتنحية أحد الحكومات الصديقة للمغرب في إفريقيا والمتمثلة في حكومة موبوتو. في هذه السنة أي 1977 حكم موبوتو أصبح مهددا من طرف التوار ورجال الدرك السابقين من كازاكاس والقادمين من أنغولا. أنغولا ومنذ بداية 1976 وهي تصرح بموقفها العدائي تجاه المغرب وتدعم ما يسمى بالبوليزاريو. كانت أنغولا مدعومة بالاتحاد السوفياتي وألمانيا الشرقية والجزائر وبطبيعة الحال ليبيا القذافي، والذي كان يدر المال الوفير لتسليح الثوار ورجال الدرك من الجيش الأنغولي. Il s'agit de l'agression du Zaïre par des anciens gendarmes katangais venus d'Angola via la Zambie, entraînés et encadrés par des Cubains, équipés par l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Est. Ce coup, les promoteurs de l'agression l'avaient baptisé l'opération Colombe. Cette agression qui défraye la chronique internationale a été caractérisée par des pillages, des viols, des assassinats gratuits et de nombreux actes de vandalisme et de terrorisme. كونت فصائل من التوار ومن الجنود الأنغوليين ومحاربين موالين للنظام القديم في عهد باتريس لومومبا وبعض المرتزقة المأجورين. هذا الكم الهائل من المحاربين كان بدعم خارجي لإسقاط حكومة موبوتو، وفي نفس الوقت أرادت أنغولا الانتقام من موبوتو لدعم الأنجولية واليونيتا في الحرب الأهلية الأنغولية. غتكون هاد القوات وغتكون جاهزة للقتال وغيبداو بالهجوم وغتنوض الفوضى في زاير سنة 1977. أصبح رأس موبوتو هو هدف التوار، والإطاحة بالحكم ديالو أصبح هاجس للجزائر وليبيا والاتحاد السوفيتي. وفي هاد السنة أي 1977 غيقدروا التوار المدعومين بالمعسكر الشرقي من الدخول إلى منطقة شابا أو كما كانت تسمى كاتانغا، فأصبحت أيام حكم موبوتو معدودة. غيقرر الرئيس الزائري موبوتو الاتصال بالحسن الثاني وغيطلب منه المعونة، ولأن زائر دولة صديقة ومن تحارب هي دولة صرحت بعدائها للمغرب، وموبوتو هو من حلفاء المغرب آنذاك، والقضية فيها الجزائر وليبيا والمعسكر الشرقي، فعرف الملك الراحل الحسن الثاني أن سقوط حكم موبوتو هو فقدان أهم حلفاء المغرب في إفريقيا، وفي نفس الوقت ورقة رابحة لأعداء الوحدة الترابية، فكان على المغرب آنذاك ضرورة دعم حلفائه في إفريقيا. ماي 1977 غيرسل الحسن الثاني قوات لدعم زائر في حربها ضد أنغولا والانفصاليين، والتوار
1500 جندي والعديد من المعدات العسكرية المغربية غتوجه إلى زاير. كانت هذه القوات تحت إمارة الكولونيل ماجور أحمد الدليمي، وميدانيا بقيادة الكولونيل عبد الحق قائد كتيبة اللواء الخفيف للأمن، وفرقة المظليين تحت قيادة العقيد المقدام عبد القادر اللوباريز، بالإضافة إلى وحدات من البحرية والدرك الحربي. ففي زاير مثلا انحزنا لصديقة الزاير لأسباب متعددة. أولا لأنها دولة معترف بها، ثانيا لأنها طلبت منا المعونة، ثالثا لأنها لو كانت في خلاف مع دولة صديقة لحاول التدخل سلمي بين دولتين صديقتين، ولكن هذه الدولة الصديقة الشقيقة وجدت في خلاف مع دولتين تضمرنا العداء، بل صرحت بمواقفها ضد مصالحنا في الصحراء، بل اعترفت فضائيا وحلما بما اعترفت به، فأصبح على المغرب من الواجب أن لا يكون منحاز، ولا سيما أن تلك الدولة التي هجمت زاير أرادت أن تدخل على قارتنا مبادئ لا يقول بها المسلمون ولا يقول بها العرب، ونحن دولة إسلامية، فلا يمكننا إذن أن لا نغير المكر في قارتنا بجانب صديقتنا إذا كان ذلك ممكن. بمجرد وصولهم انضموا القوات المسلحة الملكية بالتنسيق مع قوات موبوتو والقوات الأممية لقمع الغزو الأنغولي والمتمردين، تشكلت فرق لمطاردة المتمردين ومحاربة الفصائل الأنغولية والمرتزقة المأجورين من جنوب إفريقيا واللي سيطروا على مدينة شابا. غتبدأ الاشتباكات ما بين القوات الأممية والثوار، وغتشتد المعارك وغتحول إلى حرب عصابات، فأصبحت مدينة مبوجي ومامبي تحت سيطرة فرقة المظليين وفرقة اللواء الخفيف للأمن التابعة للقوات المسلحة الملكية. بعد معارك دامية مع الثوار، قدرت فرقة المظليين واللواء الخفيف للأمن بتأمين هذه المنطقة، وحكمت السيطرة ديالها أيضا على مدينة كيكويت وأليبو، فأصبحت كاتانغا أو شابا معقل للثوار، محاصرة من القوات الأممية شمالا والقوات المسلحة الملكية جنوبا، والتي حررت مدينتي مبوجي ومامبي. وفي هذا الوقت بالضبط انفجرت أكبر المعارك الدامية في تاريخ إفريقيا والمسمات بمعركة شابا. Vous savez qui est derrière ce qui se passe ici, le sang de mon peuple qui coule à cause de l'Union soviétique. Vous ne pouvez même pas me poser des questions là-dessus, c'est l'Union soviétique qui est derrière. Voilà un peuple qui vivait paisiblement et brusquement, qui est agressé. C'est ça. Et moi, en ce qui me concerne, je dirai toujours les quatre vérités. Même lorsque Régin fera des déclarations mensongères. Le pion Netto en Angola, qui l'a placé au pouvoir, c'est l'Union soviétique. Retirer aujourd'hui les Cubains et les autres mercenaires qui sont en Angola. Tout s'écroule. C'est fini. Plus de. كان جحيما في قلب إفريقيا، بحيث أن الثوار احتموا للدفاع عن شابا واتخذوها مراكز للهجوم ومناورات على شكلة حرب العصابات، إغارة بالليل أو مباغتة في جنح الظلام. بعد 24 ساعة من الحصار، غتمكن فرق القوات المسلحة الملكية بتدمير نقاط مراكز القوة الأنغولية ودحر المتمردين من مدينة شابا. كان لوباريز يضع الخطط رفقة موبوتو ويسير الهجومات من قلب القيادة الميدانية بغابات ماتادي، والتي عرفت عملية تمشيط واسعة من طرف لواء الخفيف للأمن بقيادة الكولونيل عبد الحق. قدرت هذه الفرق المغربية من تحرير تراب الزايري رفقة الوحدات الأممية وتكون من فرق آلية ومشاة من مصر وفرنسا وبلجيكا. كان حكم الرئيس الزايري موبوتو على كف عفريت بعد أن انهارت قواته في بداية الغزو الأنغولي والمتمثلة في اللواء 11 من فرقة كايمانيولا تابعة للقوات الزايرية، والتي كانت حديثة التدريب، ولولا التدخل المغربي والفرق الأممية لعلق موبوتو في ساحات كينشاسا. انتهت معركة شابا في أواخر يوليوز 1977 بحضور بارز للجندي المغربي وفشل ثاني لأعداء الوحدة الترابية، وظل موبوتو يحكم زاير أو الكونغو الديمقراطية حاليا إلى حدود
1997 بعد موته بمرض عضال ودفن في المغرب، وبالضبط المقبرة المسيحية بالرباط العكاري رحم الله الجنود المغاربة بالزهير في معركة شابة، وأطال الله عمر من بقي منهم. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. بمناسبة شاب العزيز، أريد أن أقول لك أن تفتخر وأنا أفتخر شخصيا بما قدمته قواتنا المسلحة الملكية في ذلك البلد الشقيق. فالحرب ولله الحمد انتهت أو أصبحت على وشك الانتهاء، والتراب الزايري قد حرر ولله الحمد من الدخلاء، والجندي المغربي ظهر مرة أخرى بما يظهر به دائما من انضباط وشجاعة واستماتة.